بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 5، لكتشر رقم 5، الجزء الأول من التكست. التكست شوية كبير، راح ناخذ جزئين. راح ناخذ هذا الدف الأول وهذا الدف الثاني. هذا بي كتاب إنجليزي وهذا بي كتاب عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مسوينا كلاس هنا، كلاس لليل. طيب نروح على السي اس اس. بالسي اس اس أول شيء هذا البودي، الودي هذا دايركشن، الاتجاه. دايركشن مين؟ مش نكتب من رايت تو ليفت، رايت ار تو ليفت ال. هنشوف نفذنا، نشوف فعلا فعلا الصفحة هي رايحة على اليمين. طيب خلينا نسوي كت هاي، نسوي سيف، نسوي ريلود، نشوف الصفحة وين راحت. راحت بالصفحة. إذا هذه البودي شي راح يسوي هذا بالضبط. هذا البودي هو إيش يسوي؟ دايركشن، اتجاه رايت تو ليفت. ممكن أن نسوي ال تو ار، ممكن. طيب الديف هذا، هاي هي مواصفات، مواصفات الودي 300، المارجن هالكثر، الباك جراوند الى اخره، والكولر والبادنج. هاي المواصفات اللي ياخذها هذا العنصر. طيب والعنصر اللي بعده نجي على اللون. اللون ممكن ان نكتبه ار جي بي، يعني ريد جرين بلو، وهنا ريد هذا 255، وذن نقدر نغير بهم كذلك. او ويا اي اللي هو الالفا، هاي الالفا 5 يعني شفافيه، اللون شفاف. او نقدر نكتبها بلو بهذا الشكل، او نقدر نكتبها بهذا الشكل. هذا الكود، الكود مالتها، او اللي يسموه الهكسو كود، هذا اللي هو هذا. او نقدر بلو مثل هذا، هذا ايضا ممكن نكتبه بهذا الشكل. يعني كل اثنين مثلا هاي اف اف ناخذ واحد منهم، 00 ناخذ واحد منهم، وهذا يطلع لنا نفس الشيء. هاي بالنسبه للون. اذا خلينا الماوس هنا وخلينا كنترول راح يطلع لنا اللون. من ندوس دبل كليك راح يطلع لنا هذا. هذا ايضا نجي نختار هيك شيء بالشكل بالشكل بالشكل، وندوس اوكي راح يجيب لنا اللون اللي اختار هنا. طيب هذا ايضا ملاحظه مهمه. هاي خلصنا الكولر واتجاه الصفحة. هسه عندنا دايركشن. الدايركشن هو ار تي ال، يعني من الرايت للليفت، وكتبناه هنا أنا يمكن. هاي اول وحدة دايركشن، هي انا. وهذا ايضا دايركشن المعاكس مالته. شي غير الصفحة يجيبها من هنا يوديها لنا. عندنا شغلات أخرى اللي هي اللتر سبيسنج. اللتر سبيسنج المسافة بين الأسطر. هسه هو مسويها نورمال، المسافة بين اللتر سبيسنج بين الحروف مسويها نورمال. أريد أسويها 10 بكسل، يلا 10 بكسل ونشوف يصير. شوف الحروف تباعدت. طيب نرجع نورمال، نورمال لاين هايت. لاين هايت 10 بكسل، 20 كذا. هاي اللاين هايت يعني اشكال لنا. خلينا نشوف اللاين هايت هذه، خلينا نسوي كاتل هاي نشوف شو يصير. شوف هذا اللاين هايت، يعني الفرق بين هذا السطر وهذا السطر. فشوف ايش قد صارت. يعني ممكن ان نسويها يعني 20، تصير احلى شوي. اها صارت حلوة. او هذني اخليهن، هذني ايضا انظمة اخرى ممكن احد يستخدمها، ممكن 200%، ممكن 200%. طيب الشيء الاخر اللي هي تكست الاين، تكست الاين.
هذا اكو ليفت وسنتر، يعني هذا محاذاة النص يسموه، هذا يسموه محاذاة النص. شلون نسوي محاذاة للنص؟ بالانجليزي يسوي له، بالعربي يسوي له. هسه هو ايش ماخذ له؟ راح يجي ينفذ هذا وبعدين يجي ينفذ هذا، يلا يشتغل على السنتر. هو فعلا يعني اعتقد هو مسوي لنا اياها سنتر. شوف بسم الله الرحمن الرحيم مسويها سنتر. يعني هسه احنا لو خلنا نشيل هالهاي، نسوي لها كات لهذا مثلا كات، ونسوي سيف. ايش راح يصير؟ اها بسم الله الرحمن الرحيم راحت الى الجهه الاخرى. ليش راحت الجهه الاخرى؟ لان ماكو شيء ياثر عليها، فهذا اثر عليها. طيب هذا شنو اخر واحد؟ اخر واحد هو هو ده يقول لك الدي في، يعني هذا الاخير اللي هو بالعربي، هذا هذا اللي هو موجود هنا مكتوب بالعربي. بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا اللي هو الكلاس اي ار. شبيه هذا؟ هذا كلاس اي ار. كلاس اي ار شنو بي؟ جاي كاتبين من ليفت، من الرايت تو ليفت، يعني من اليمين اليسار. فمثلا لحد هنا نكتفي بالمحاضرة اللي هي تخص التكست اللي الجزء الأول، وإن شاء الله نكمل الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.